تعرف الاستبداد في لغه العرب على انه الانفراد، يقال استبد بالامر اي انفرد به دون غيره. وصف ذلك عبد الرحمن الكواكبي في كتابه العظيم طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، يقول: اشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومه الفرد المطلق. الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية القيادة الفردية المستبدة هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة ولعل أبرز الشخصيات التي عرفت بقيادتها الفردية وحكمها المطلق لمئات الملايين من الناس الزعيم الصيني الشهير ماو تسي تونغ وهو شخصية حلقتنا لهذا اليوم ولد ماو تسي تونغ في عام 1893 ميلادي في الصين في مقاطعه هانان وكان ابوه فلاحا لما وصل عمره 18 سنه اراد ماو بطموحاته العاليه ان يصبح استاذا فانتقل من مناطق الزراعه الى العاصمه بكين فالتحق بالجامعه هناك في ذلك الوقت كانت المدن الصينية تغلي اضطرابات يعني كادت تشل البلاد والهدف هو التخلص من عائلة ماتشو التي حكمت البلاد حكما طاغية استبداديا عدة قرون واستمرت الحرب الأهلية بشكل متقطع عشر سنوات وفي النهاية فعلا نجحت الثورة وتخلصت الصين من هذه الملكية وصارت جمهورية يقودها صن يات رئيس الحزب الحاكم الجديد المسمى كومي تانغ كومي تانغ تعني الحزب الوطني الشعبي الصيني إذا الآن الملكية راحت وجاء حزب وطني يقود البلاد في عام 1918 حدثت احداث رئيسيه جدا في العالم من اهمها انتصار الثوره قبل هذا بسنه انتصار الثوره الفاشيه الشيوعيه في روسيا وانتشرت اخبارها بقياده لينين. في هذه الفتره كان ماو قد ترك الجيش وعاد الى الجامعه وبدا بالقراءه للينين والماركسيه وتاثر به. عندها اعتنق ماو الشيوعيه. وبدأ يقود تظاهرات طلابيه ضد اي وجود اجنبي في البلاد واخذت هذه المظاهرات تجوب شوارع بكين لحمايه الصين من الامتيازات التي للدول الاجنبيه وبالذات لليابان. في عام 1920 كان واضح جدا ان ماوس صار شيوعي ماركسي متعصب ليس هو فقط الاف من الصينيين ثورة المد الشيوعي بلادنا صارت كثير من الاحزاب شيوعية وصارت اليمن الجنوبية كلها شيوعية يعني بدأت امتدادات هذه الثورة تمتد على العالم كله منذ ان انتصرت في روسيا وانشأوا ما يسمونه دولة السوفييت فآلاف الصينيين انضموا للماركسية في شهر ستة من عام 1921 صار ماو واحد من 12 شخص اسسوا الحزب الشيوعي في المدينه الرئيسيه شنغهاي وترقى فيه ببطء حتى صار زعيما للحزب في 1937. طبعا الماركسيه الشيوعيه تقوم حول الاشتراكيه، نفي الاديان لكن ليس هذا فقط. وانما الفكر الشيوعي الروسي يقوم حول ان السيطره هو هي للعمال. ليس فلاحين، ليس الطبقه الوسطى، طبعا ليس ما توجد طبقات نبلاء ولا غيرها، لكن حتى الفلاحين لا يقودوا البلاد، اللي يقود البلاد هم العمال. فاتفق ماو مع فكر ماركس في ان انصار الحزب يجب ان يكونوا من عمال المدن. وظل على هذا الفكر الى عام 1925. بعدها بدا يفكر في المساله ليش؟ ليش فقط العمال يعني؟ ما الفرق بين العمال والفلاحين؟ ما وجد فرقا حقيقيا، فغير رايه واعتمد على الفلاحين اللي هم الاكثريه في الصين، الصين كانت دوله زراعيه ما فيها صناعه الا نادرا. ووجه تركيزه على الثوره الزراعيه، وبدا يجند الفلاحين للحزب الشيوعي، طبعا الشيوعيين حزب دكتاتوري من داخله يعني خلاص راي ماركس هو الالههم. فاعتبروا هذا انحراف على مبادئ الحزب، اي انحراف على مبادئ الحزب؟ يعني بعض الناس حتى في العمل الاسلامي يبالغون ان هذا من مبادئنا، ايش مبادئ هي؟ هذه سياسات تكتيكيه هذه ليست مبادئ، فلما بدا يجند الفلاحين قرر الحزب طرده من الحزب. طبعا لما تم طرده من الحزب الفلاحين التفوا حوله وبدا اعدادهم تزداد وبدا الشيوعيين اللي كانوا طردوه حتى الذين سخروا منه بدأوا يعيدوا النظر وبدأوا ينضموا إليه في خلال هذه الفترة بدأت شعبية ماو تزداد وفي هذه الفترة بعد سنتين من هذه الأحداث توفي يات سن اللي حدثتكم هو الذي أسس الجمهورية الصينية وألغى الملكية هو أول رئيس للصين الجمهورية يتفق على فكرة معظم الصينيون على تسمية هذا الرجل بانه ابو الامه الصينيه بعد وفاته تزعم شيانغ شيانغ كاي تشيك تزعم الحزب الحاكم وقام بحمله عسكريه كانت شمال الصين يحكمها ميليشيات اباطره حرب كما يسمونهم فما كانت خاضعه للجمهوريه فقام هذا الخليفه للمؤسس قام بشن حمله عسكريه ناجحه على اباطره الحرب في شمال البلاد وعاونه في ذلك الاتحاد السوفيتي روسيا وظلت هذه الحرب تشن على شمال الصين من عام 1926 حتى نهايه 1927 واستطاع فعلا الانتصار على هذه الميليشيات ووحد كل الصين مجددا تحت رايه الحزب الوطني القومي الصيني اللي اسمه كومي تانغ، لكن شيانغ هذا لم يحفظ الجميل للسوفييت بعد ما سيطر هو ليس شيوعيا وهؤلاء شيوعيين فقام بطرد كل الخبراء السوفييت اللي ساعدوه بعد ما احكم قبضته على زمام الامور ثم شوفوا شوفوا الدكتاتوريه ماذا تصنع؟ هذا الان الوطني صار دكتاتور، صار هو الحاكم الوحيد، ورغم ان الشيوعيين ساعدوه في يعني التحكم بكل الصين، فور ما احكم قبضته على زمام الامور اقدم بقرارات فرديه استبداديه على طرد كل العناصر اليساريه شيوعيين وغيرهم من الحزب الحاكم كوميتانج و بهذا العناد ادخل الصين في اتون حرب اهليه تمزق التحالف بين الجيش الوطني للحزب الحاكم وبين الشيوعيين في نهايه عام 1927 ودخلوا في الصراع على السلطه انظروا كيف مزق شانغ الدوله بعناد على ايش؟ هؤلاء حلفائك لماذا تعاندهم؟ فقط اقصاء لا يريد احد ينافسه كما نرى بعض الحكام بعناده يمزق بلده يمزق باسم انه انا اللي احكم ولا ولا مجال لمعارضه يمزق البلد كلها هذا الذي فعله شيانغ فبدا شيانغ تشي بتطهير عنيف ضد ما كان يسميهم الحمر يقصد بهم الشيوعيين لان شعار الشيوعية اللون الاحمر فبدأ عملية تطهير تطهير ليس من الحزب تطهير بالقتل من كل شيوعي عندها اضطر ماو وزملاءه بالهرب، وبدا يتبعهم فهربوا الى الجبال على حدود هيوان، فنظموا هناك اول حكومه سوفيتيه صينيه ترتكز على الفلاحين، شيانغ طبعا بحملته هذه هذا ماو قائد من قاده الشيوعيه الرئيسيه وضع شيانغ مكافاه ماليه لاعتقال ماو، لكنه فشل ما استطاع ان يصل اليه. فعندها شوفوا ترك كل شيء هذا شيانغ وجعل همه هي هذه المسألة مع أن حلفاء كانوا فعمل شن حملة عسكرية شاملة حرك كل الجيش لهدف القضاء على الشيوعيين واستمر الصراع بين الشيانغ والشيوعية إلى 1934 سبع سنين من المعارك حرب أهلية كان يستطيع أن يستوعبهم عندها في 1934 حاصر الحزب الوطني هذا الجيش الوطني حاصنوا حاصنوا بقيادة شانغ حاصروا منطقة هيوان اللي فيها ماو فانسحب الشيوعيون وبدأوا بالهروب في رحلة عجيبة طولها ست آلاف ميل حوالي عشرة آلاف كيلو نحو الحدود الغربية للصين ولهم قائد واحد فرد مستبد هو ماو تسي تونغ ما كان يشاور أحد كان معه أكثر من مئة ألف رجل وامرأة وطفل فاستبد بهم وطبعا هؤلاء مسلمين له فسافر بهم سيرا على الأقدام وهؤلاء يتابعونه ما حاول أن يتفاهم ما شاور أحد من معه واستمرت هذه الفردية الاستبدادية بقيادة هؤلاء سنتين مر خلالها ب عشر مقاطعه 24 نهر عديد من سلاسل الجبال غابات كثيفه صحاره مهجوره وانتهت هذه الرحله بوفاه ثمانين الف من ال الف شوف الفرديه ماذا تصنع كان كان عنده طرق اخرى كان يستطيع يعمل هدنه يعمل مفاوضات رفض كل شيء جعل راسه براس الشانغ لكن رحلة عجيبة نجا منها عشرين ألف وصف المراقبون هذه الرحلة بمعجزة التحمل البشري طبعا تضحي بثمانين ألف ثمانين بالمئة من شعبك تضحي به طبعا تحمل لكن قام ماو بعدها بإعادة بناء قوة المنهارة وأعاد تنشيط حركته واستمر إلى ألف وسبعة وثلاثين وهو يفعل ذلك ثم حدث حدث غير المعادله كلها. في 1937 قبل بدايه الحرب العالميه الثانيه ب 1939 في 1937 اجتاحت اليابان وكانت قوه عسكريه هائله والصين دوله ممزقه ضعيفه زراعيه القوه التكنولوجيه والعسكريه كانت لليابان فاجتاحت اليابان الصين وبدات الحرب اليابانيه الصينيه الثانيه وسيطرت اليابان على الصين. خلال الاحتلال الياباني للصين ارسل شيانغ الى ماو يدعوه للتحالف ضد الصينيين وفعلا تعاون ماو مع خصمه شيانغ من اجل الوطنية ومن اجل بقاء الصين نفسها فتصدوا للصين في تحالف استمر ثمان سنوات لكن كل واحد يقاتل من موقعه في عام 1942 بدأ شيانغ الوطني بقبول الدعم من الولايات المتحده الامريكيه لان كانت الحرب العالميه شغاله وكانت امريكا ضد اليابان في حين استمر ماو في القتال ضد اليابان في الشمال طبعا يدعمه الروس السوفييت وبدا يضم المناطق المحرره الى النفوذ الشيوعي وقام بانشاء المدارس التي تعلم الفكر الشيوعي المدارس كانت الوسيله الاعلاميه الاولى انا ذاك ما في ما في وسائل اعلام الاستبداد احفظوه استبداد لا يمكن ان ينجح الا بدعم اعلامي قوي يزين ويلمع صوره المستبد وكانت اول مره يجتمع الان الشعب الصيني على حركه مركزيه بقياده ماو لكن ما زال هناك الوطنيين فبعد هزيمه اليابان عند نهايه الحرب العالميه الثانيه لما طبعا لما انتهت الحرب لما الامريكان القوا قنبلتين نوويتين على اليابان انسحبت اليابان من الحرب العالميه الثانيه وانسحبت ايضا من الصين وذلك في عام 1945 في هذا الوقت لما انهزمت اليابان كان هناك 770 الف كيلومتر مربع من الصين في يد ماو وصرح انه لن يكون هناك سلام في الصين داخل الصين ما لم تعزز سلطة الشعب هكذا يسميها يقصد بها من؟ يقصد بها الحزب الشيوعي اللي يمثل الشعب بالنسبة له يحي... الاستبداد ما يمكن يقبل بغير سلطته ما يؤمن بتعددية سياسية إلا تعددية صورية فقط تظهر المستبد بصورة المظهر الديمقراطي وفعلا حرب شاملة في 25 أيار 1949 بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية استطاع ماو أن ينتصر على خصم شيانغ وحكم الشيوعيون الصين ودخلت قواتهم شنغهاي آخر معاقل الوطنيين بدون أي مقاومة وأصبح ماو حاكما لأكثر من 650 مليون نسمة وصار زعيما مقدسا لا منافس له، ما في احد ينافسه، ما في احد يناقشه في الصين كلها وحتى يطور المساله اكثر، وضع ماو برنامجا قاسيا، اصدر قرارات فرديه استبداديه من اجل ان يحول بلد زراعي الى قوه صناعيه، فازال قرى باكملها، قرى كلها شالها وشكل تجمعات اشتراكيه كما يسميها، واعاد تشكيل التوزيع السكاني، وامر بحفر مناجم اضافيه من اجل انتاج الحديد، واعلن عن ما سماه القفزه العظيمه الى الامام. بهدف ان تحقق قدره صناعيه متزايده بشكل كبير على الانتاج. وعود حتشوفوا الصين ماذا سيحدث فيها؟ الازدهار سيكون للشعب، لكن كل هذا الاستبداد كلف كثيرا. ماذا كان الثمن؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله. احييكم وارحب بكم مع قصه وفكره. وحديثي معكم عن الفردية الاستبدادية والتي تمثلت في قصة شخصية ماو تسي تونغ الزعيم الصيني الشهير وحدثتكم عن صراعه حتى وصل إلى أن يكون الزعيم الأوحد في الصين وبدأ يعمل تغييرات كبيرة ضخمة بقرارات فردية من بين قراراته وسماها القفزة الكبرى أن ينقل الصين من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي وسار في هذا على منهجية السوفييت في روسيا وبالذات على منهجية ستالين واخذ نفس منهج ستالين وجرت الامور على شكل طيب الى ان حدث شيء في روسيا فتغيرت المعادلة في الصين ماذا حدث في روسيا توفي ستالين في عام 1953 وتولى خورتشوف تولى السلطة في الاتحاد السوفيتي في فبراير افتتح خورتشوف المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي اول مؤتمر ينعقد بعد وفاة ستالين وتلا فيه تخيلوا هذا خطاب ثمان ساعات تقرير تحدث فيه عن عبادة الفرد هذا الان رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف يتكلم عن ستالين اللي, اللي كان ذي القبضة الحديدية تكلم عن عبادة الفرد ونتائجها ومساوئها وقدم بحث حول القيادة الجماعية وفوائدها وندد في المؤتمر بجرائم ستالين وغرورة ومساوئ بوليس السري وبأخطائه يوم شن الألمان هجومهم على روسيا وديكتاتوريته في الداخل والخارج طبعا تقرير عمل, عمل ضجة الآن رئيس الاتحاد السوفيتي يهاجم الرئيس السابق ضجه في العالم الشيوعي بالذات بين الشيوعيين طبعا النص الكامل للتقرير ظل ظل سرا الى فتره مؤخره الان تورط ماو تسي تونغ الزعيم الفرد المستبد لان مثل الاعلى ستالين تم انتقاده والشيوعيين نفسهم اتباع رفضوه وتم تعليق قرر توقيف انشاء المزارع الجماعيه اللي اقترحها ستالين و و وقلص سلطاته من من تم تقليص سلطاته من قبل مجموعه من قاده الحزب الشيوعي نفسه. طبعا تحت كل هذه الضغوط وكعاده ماو عندما تشتد والمستبد عندما تشتد به المشاكل لجأ ماو الى الشعب لاستعاده زمام الامور. قال خلوا الشعب هو اللي يقرر فدعا الشعب للتعبير عن رايه بحريه بين قوسين. لانتقاد قيادته فيما يريد وأطلق عليه أطلق على هذه الحرية للشعب أن ينتقد ما من يريد حملة المئة وردة ومن خلالها بدأ اتهام كل مخالف له الشعب يؤيده هكذا طبعا أظهر النتائج الشعب يؤيده الشعب فوض ها تذكرون الشعب فوضى فبدأ اتهام كل مخالف له بالخيانة للوطن ظاهره متكرره لدى المستبدين عندما يريدون الاستبداد يطلبون تفويضا من الشعب عشان يمارسوا استبدادهم بكل راحه ونجحت الاستراتيجيه ليست استراتيجيه جديده نراها الان نجحت كان يستطيع ان يصف علنا كل من يتحدث عنه بسوء بالعدو وامر باستخدام القمع اي كلمه بسيطه تسبب الموت تم تصنيف اسمعوا ما بين نصف مليون الى مليون شخص انهم يمينيين وجرى ترحيلهم لمعسكرات عمل اجباري مات الاف منهم من الجوع فتخيلوا نحن لم نمر بشيء مقارنه بكل هؤلاء في عام 1966 اراد ماو ان ينسى الناس كل هذا فقرر ان يفعل شيء مختلف تماما ففجر قنبله الثوره الثقافيه كانت ثوره زراعيه صناعيه الان ثوره ثقافيه كلها قرارات فرديه استبداديه لا شورى ولا غيرها وقام بهذه الثوره الثقافيه بتحريض الطلبه والحراس الحمر اللي هم المتطوعين لحمايه الثوره على مهاجمه التحريضيين من الحزب الشيوعي نفسه زعامات شيوعيه كان متشكك فيها فقام بالتحذير منهم واسماهم ممثلين من اخترقوا الحزب الشيوعي وتوعد بالعمل على اجتثاث هؤلاء من جذورهم. طبعا كل هذا في النهايه كان دعوه لانقلاب داخل الحزب نفسه واصدقاء السياسه اعداء بعد الرئاسه فالخلاف كان يدور في الحقيقه حول تقسيم السلطه داخل الطبقه الحاكمه هل سيكون ماو دكتاتور فوق الطبقه الحاكمه باكملها ككثير من الذين رايناهم في العالم العربي ام مجرد عضو في قيادتها العليا لانهم كانوا يحاولون من تقليل سلطته منذ القفزه الكبرى التي فشلت حاولوا ان يحولوه الى رمز ليس له سيطره حقيقيه على الاداره اليوميه لشؤون المجتمع لكن بذلك لما فعلوا ذلك هاجمهم فتحول الى قائد للثورة واستطاع ان يثير الناس ضدهم لانهم يهاجموا القائد القائد الاوحد واطلق ماو شعار دوى في جميع الصين انه حق لك ان تثور حق لك ان تثور ما فكر احد من هؤلاء مدى سخافة ان تكون الثورة باذن الحاكم اي سخافة هذه ثم بمساعدة من الجيش الذي ظل على ولاء كامل لماو تحول ماو طبعا إلى أسطورة إلى اليوم وأصبحت تضفى عليه صفة القداسة ووزعت أقوال التي ضمها كتاب صغير نسخ منه مئات الملايين وفي 1968 انتصر ماو طبعا على كل زملاء في الحزب والثمن ملايين الضحايا. عانى النظام السياسي طبعا من عدم الاستقرار. تم القضاء على جيل كامل من كوادر الحزب الشيوعي، زالت اي اراء اخرى داخل الحزب وهكذا الاستبداد يتخلص من خصومه اولا ان كانوا من ذوي الرأي ثم يتخلص من اصحابه ان كانوا من ذوي السلطان. اذا الثوره الثقافيه في الحقيقه كانت حربا اهليه انتهت بازاحه كل خصوم ماو وترسيخ قوه الجيش ودخل 71 ضابط من الجيش الى اللجنه التنفيذيه التي تدير الصين، اللجنه التنفيذيه للحزب ونذكر من مقولات ماو: علينا ان نكون متواضعين متروين وان نتحصن ضد الغرور والاندفاع الطائش وان نخدم الشعب الصيني بكل امانه واخلاص اشحذوا عزائمكم ولا تخشوا التضحيات وتغلبوا على كل الصعوبات تكسبوا النصر ان الكوادر هم العامل الحاسم في تحديد الخط السياسي للدوله تخيلوا هذا الان الا نسمع نفس الكلام من قيادات مستبده اليوم باسم التفويض الشعبي هكذا تربيه اعداد كبيره من الكوادر الجدد بصورة مخططة صارت إحدى المهمات الكفاحية والتربية ما هي على الولاء للقائد الفرد وفي شهر تسعة ألف وتسعمية وستة وسبعين توفي الزعيم الفرد المستبد ماو تسي تونغ عن عمر 82 عام وأقيمت في بكين مراسم تعزية حضروها مئات الالوف والجيش والحكومه والعمال والفلاحين خلاص قائد فرد مقدس بالنسبه اليهم بسبب كما يسمون صراعه ضد دعاه الرسميه الراسماليه ودعوته لتحرير طبقه العمال والفلاحين انظروا كيف تحول الثوره للشعب مطالبه بحريه الى دكتاتوريه فرديه استبداديه بتفويض من الشعب والتاريخ يعيد نفسه. ينظر الاسلام للحاكم باعتباره وكيل عن الامه في تطبيق احكام الاسلام، بينه وبينهم عقد ان يطبق احكام الاسلام عليهم ولهم خلعه اذا خالف مقتضى هذا العقد. من الاسباب التي تعزز من وجود الاستبداد في المجتمعات ان يترك الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام ظالم فامره ونهاه فقتله ومن الاسباب التبرير والتاويل الشرعي اللي يساعد على اضفاء الشرعيه على استبداد الحاكم حتى ينفرد عن الامه ويتولى شؤونها بدون مشاوره وبدون رضا منها ومن الأسباب التي تعين على الاستبداد الغلو في طاعة ولي الأمر لا شك أن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة لكن يجب نصحه أو إيقافه أو حتى عزله إذا تجاوز الحدود وتلاعب بأموال الشعب وأعان على المعاصي تذكروا فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ومن الأسباب دعوة أن الأمة غير مؤهلة للشورى، غير مؤهلة للديمقراطية بصورة صحيحة. أمريكا ديمقراطيتها دامت 300 سنة، لكنها ما نضجت إلا في آخر خمسين سنة. لن تنضج الشورى عندنا إلا إذا مارسناها. وقبل أن أستودعكم انشروا عنا الاستبداد أصل كل فساد وهو أكبر المنكرات بعد الشرك والكفر. ويجب التصدي له باليد واللسان او القلب وذلك اضعف الايمان